انا بحب برنامجي جدا. اولا لاني بيبقى قاعد قدامي اساتذه افاضل اطباء يعني علماء في مهنتهم وبيشرفونا جوه مصر وبره مصر. والحقيقه كمان ببقى فرحانه تاني ليه؟ لان انا بستغلهم بقى في الفتره اللي هو الايه الدقيقتين ثلاثه بقعد اشكي الامي واوجاعي للاطباء الافاضل وبيساعدوني، وخاصه لما بيبقى معايا عالم عظيم زي دكتور اللي بيشرفني دلوقتي والحقيقه عمري ما اتصلت بيه قلت له حضرتك بقالك كتير ما جيت لناش شرفنا، الحقيقه يعني ما بيقولش لا وبيقول انا في خدمه الناس على كل المستويات. فبيشرفني دكتور سامي قنديل استشاري اول علاج الام المفاصل والعمود الفقري بدون جراحه والمشرف العام على مركز قصر الشفاء لعلاج الالم. يا اهلا وسهلا يا دكتورنا. ازيك يا استاذه؟ اهلا بحضرتك وبقصر الشفاء. وربنا يجازيكم خير على اللي بتعملوه وعلى كل ردود الافعال اللي بتجيلنا. الحمد لله. يعني في ميزان حسناتكم انتوا طبعا في الاول حضرتك وقصر الشفاء، والحمد لله بينوبنا كده من الحب جانب ان الناس بتدعي لنا. الحمد لله رب العالمين. يعني انا قاعده بقى بكلم حضرتك على انا واحده من الناس عملت حادثه وبقالي اكتر من شهر ونص مثلا. وايه وانا من النوع اللي بطنش، رحت الحمد لله بعد الحادثه يكون في كسره او حاجه، لا مفيش كسره خالص. وكان في الم كده بسيط في الاول وقلت ان شاء الله هيروح. فانت عارف كمصريين بطنش يوم اتنين اسبوع اتنين تلاته شهر ونص والالم هو هو، ما بعرفش ارفع ايدي. حضرتك قلت لي في اجراءات بتتعمل، اجراء اول واجراء تاني، لو ما جابوش نتيجه فيبقى الاجراء التالت نعمل بلازما ونعمل حقن ونعمل كده، بس انا خايف انت عارف. بخير. ايوه يا شاكه الابره دي بتخوف الناس مع العلم ان يعني عارفه ليه الفرق ما بين شاكه الابره تخوف الناس بعض الناس يعني، وان هو ممكن يعمل عمليه وما يخافش، لا قدر الله ربنا يبعد عنه عن الجميع يعني. ليه؟ لان هو عارف ان في العمليات هيدخل هياخد بينج مش هيحس بحاجه، مش هيشوف ولا يعرف ايه اللي بيحصل. مع العلم ان هي يعني موضوع البنج ده طبعًا. يعني موضوع كبير قوي قوي. وانا قبل ما اشتغل استشاري علاج الم اشتغلت تخدير واشتغلت مخ واعصاب واشتغلت عظام كتير. وانا من زمان وحضرتك عارف ان انا مريض ركبه وعارف ان قصه الجراحه دي قصه ليها اهتمامات وتعديلات وترتيبات مش عاديه وفيما بعد يعني. احنا عندنا والاعمار السنيه بتختلف وقدره القلب على تحمل البنج اكيد. ففكره ان انا يحمل لي حقنه كده وانا قاعده صاحيه اجراء سهل وبسيط خالص، موضوع بنج موضعي يعني. يمكن حضرتك بتقولي على كتفك، احنا الحمد لله عملت الاشعه ومطمئنين من بعد الموضوع ده ان مفيش حاجه الحمد لله في عظام الكتف ولا الترقوه ولا العظمه الخلفيه، انما وجعك. ايوه وجعك يا دكتور، ما بعرفش ارفع ايدي اجيب حاجه من العرافه بتاع المطبخ. يمكن انا بتكلم مع حضرتك دلوقتي كلمه وجعك دي بتاعتنا بقى علاج الالم هو متخصص في هذه النقطه. طيب ليه بقى وجعك؟ بنعمل فحص وبنعمل، وانا لسه بتكلم مع حضرتك بقول لك نعمل رنين ان شاء الله. ليه؟ لان التشخيص المبدئي بيقول ان عند حضرتك بعد الاصابه وعدم الاهتمام وما عملناش كمادات صح وما عملناش تعليمات صح حصل حاجه اسمها التهاب اوتار الرفع للكتف، وده اجراء مش يخوف ولكن هو مزعج. حضرتك دلوقتي بتقولي ما بعرفش دلوقتي افتح الدرج والله يا دكتور لا ما اقدرش عشان اجيب حاجه من فوق بندح حد تعالى افتح لي كذا. ليه؟ من الوجع وليس والعياذ بالله في اي حاجه وحشه، اللهم احفظنا نتكلم عليه ان دراعنا اللهم احفظنا في شلل والعياذ الحاجات الوحشه دي، ان هو بيوجع مش قادر ارفعه عشان بيوجعني. لما بنشخص ونشوف الرنين وبيقول لنا الوتر الفلاني بالطريقه الفلانيه ملتهب بيكتب وبيقول، لان برضو ده قسم الأشعة ده تخصص وفي دكتورات وفي ماجستير وفي أساتذة في الأشعة. لما نلاقي إن إحنا عندنا لا قدر الله شوية التهابات بنبدأ الخطوات اللي قلت حضرتك عليها. تعليمات، وإحنا يعني ما بنلتزمش شوية بالتعليمات. علاج الدوائي، بعض الناس برضو بيقول لك معدتي وكده. معدتي وكلتي والكلام ده بخاف أنا برضو. الجزء الثالث إن إحنا نعمل علاج طبيعي، وبرضو ده برضو محتاج إن أنا أسيب بيتي. أنا لسه بقول لك أنا هفضل كل يوم بقى أنزل أروح مشاوير وأركب العربية وأروح. الخطوات دي لو لا قدر الله ما جابتش النتيجة بعد ما نلتزم بيها، علشان أنا دايما أقول كده ما ينفعش واحد اثنين ثلاثة أربعة أجيب أربعة قبل اثنين أو خمسة قبل ثلاثة، لو لا قدر الله ما جابتش النتيجة بنخش على الخطوة رقم أربعة إن إحنا بنعمل حقن بالبلازما. الحقن ده بيبقى سهل جدا، وعلشان انت حضرتك هتبقي شايفاني وقاعده بتتكلمي معايا الموضوع صعب عليك او الواحد بيخاف، انما هو اجراء بسيط ببنج موضعي والعين بيقوم يمشي يروح وانا شفت النتيجه في تقارير الحقيقه خاصه بقصر الشفاء وحضرتك بتدي الحقن في الركبه. انا بنبقى شايفين الركبه اهو مثلا الركبه اهي ما تهزتش حتى خالص، يعني لو في الم هعمل كده هتهزع بتاع
ده ولا كانه فعلا ولا كان حاجه بتدخل. دي حقيقه يعني. والحمد لله رب العالمين، في بعض الناس تيجي تقول لي ها احنا سمعنا ومفيش الم، اقول لها خلاص انت قاعده بره، والناس بتحكي لبعضيها يا استاذه، الناس قاعده في العياده بتقول لبعضيها انت قاعده بره. طب ده ايه برده يا دكتور معلش؟ احنا دلوقتي بنحضر البلازما اللي هي بتتحقن جوه المفصل. البلازما دي اللي دايما نقول عليها السحر دي، اللي هي بنستخدمها بقى في علاج خشونه الركبتين، مشاكل الاوتار والعضلات المشكله في لا قدره في حاجه ما بين الفقرات في العمود الفقري، ما بين الفقرات العنقيه، ما بين الفقرات القطنيه. الشوكة العظمية بتتعالج النهاردة بحق. الوتر الأكيليس بقى في التهابات أو في شوية ديجنريشن أو تأكل خفيف بيعيد بناءه تاني. مشكلة قدرة في مفصل الحوض، ودي خشونة مفصل الحوض بتعالج كويس جدا دلوقتي باستخدام البلازما. يعني دكتور الحقنة اللي احنا شايفينها برضو الركبة هي برضو أنا مبهورة إن الراجل يعني ما تهزش. بتنفع مش بس في مفصل الركبه، انت حضرتك بتقولي الحوض. لا ده احنا دايما بنتكلم مفصل الركبه لان احنا عندنا هي ده الشائع. نسبه حدوث خشونه في بين المواطنين بتعدي 30% ومرتبطه جدا بالسن، والحمد لله رب العالمين احنا اعمار امتنا بتعدي 60 و70، فهتلاقي خشون. ودايما اقول لاي ام او اي ست جميله كده بقول لها احنا عندنا دلوقتي حاجه و60 سنه او حاجه، مش عم بقى عندنا احفاد وبقى عندنا اولاد. ايوه الحمد لله. ده جم ازاي؟ جم بالسن. ما كنت عندك 25 سنه ما عندكيش خشونه وما كانش عندك احفاد. لما ربنا اداك نعمه الاولاد والاحفاد وشفتيهم قدامك بقى في شويه خشونه، فهي عرض. انا دايما اقول كده الخشونه مش مرض ولكنها عرض. ودايما بنقول ان هي مرتبطه بالسن، مرتبطه بشويه حاجات تانيين. طيب انا كنت بكلم حضرتك عن الخوف وفكره ان الراجل لا ما شاء الله قاعد ركبته ما تهزش يعني مش حاسس بحاجه. مش انا بس اللي بخاف يعني، اذا كان العظيم الاستاذ الكبير استاذ هاني شاكر كان شرطه اول ما جال حضرتك قال لك لو سمحت انا مش عايزه اتالم انا بخاف من الحقن. فهنشوف دلوقتي بقى رد فعله وهو اللي هيحكي بنفسه زيارته لحضرتك وشكره لحضرتك واصراره انه يسجل الفيديو ده هو شخصيا علشان يقول للناس على الخدمه العظيمه اللي هو خدها، وانه بقى يقدر الحمد لله يعني يتخلص من الالام المبرحه اللي كانت عنده. شوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور. الحمد لله يا حبيبي، شرفنا النهارده. ربنا يخليك يا دكتور سامي. انا عايز اسمع حضرتك بقى بتقول ايه، لان انت النهارده جاي بفضل الله ربنا يخليك حضرتك جاي علشان عايز تقول السلام عليكم. ودي حقيقه يعني، انا النهارده الجلسه الاخيره مع حبيبي والهديه اللي ربنا بعتها لي دكتور سامي لعلاج الخشونه عندي في الركب. النهارده الجلسه الاخيره دكتور سامي، التحسن فوق ال 95%. الحمد لله. الله اكبر. والشفاء من عند ربنا. وربنا يكرمك ويخليك، وده حقك عليا ان انا اقول للناس بجد يعني فعلا الطريقه اللي انت بتعالج بيها دكتور سامي من انجح الطرق اللي انا جربتها مؤخرا وجابت نتيجه واغنتني عن ان انا افكر ان انا اعمل عمليه، ودي كانت بالنسبه لي مشكله كبيره. انا يعني كنت سعيد لحاجه واحده وانا لاحظتها بدون ما حضرتك تتصل وتقول لي، ان انت ما شاء الله وقفت حوالي 3 ساعات او يمكن اكتر في الحفله الاخيره حضرتك عملتها في القلعه. بالظبط. ورحت وجيت واتحركت. ده لو لا قدر الله لو الواحد متوجع كنت هتبدا معتذر عن شيء، كان هيبقى باين عليك ان انت كنت سعيد جدا. الحمد لله حضرتك كانت كويسه. طلوع السلم كمان الله اكبر دلوقتي والنزول بقى اسهل كتير من الاول، الحمد لله. اللي عايزه يكون بقى فعلا نصيحه للاستاذ هاني شاكر الراجل المحترم الفنان الكبير الاسم اللي الوطن العربي كله بيفتخر بيه، ان فعلا نحافظ بقى. انت ما شاء الله وزنك كويس، شرب الميه، الحاله النفسيه. انا دايما اقول كده، الواحد لما سعيد ان هو الحمد لله ربنا من عليه بالشفاء يتاني مبسوط. والله يا دكتور سامي يعني فعلا انا بقول للناس اللي شايفانا بجد النقله كبيره قوي، ربنا يخليك. الحمد لله. يعني انا الحركه كانت بالنسبه لي في وقت من الاوقات لما جيت لك انت شفت الحركه بالنسبه لي مشكله، الوام والوعاد وطلوع السلم والنزول لا فعلا مشكله. هل فعلا بامانه وربنا يشهد على هذا الكلام، هل فعلا الحقن مرعب؟ طريقه الحقن وان انا باخد عينه الدم ونحطها البلازما والمساعد الحاجات المزعجتين وحاجات المساعده ليه، هل هو حاجه مزعجه جدا في الركبه؟ خالص خالص، ولا الم، زيرو الم. وده الشرطي كان معاك من الاول، قلت لي وانت وعدتني، قلت لي انا البنج اللي بيتحط ويعني يا شكل الحقنه قد يكون بيخض. والله ايوه، لكن الحقيقه والله انا لما اغمض عيني انا ما حاسس ابدا. الف الف شكر ليك يا حبيبي على اهتمامك وذوقك والاستقبال الرائع الجميل اللي من حضرتك ومن كل اللي في العياده. انا الحقيقه ببقى فرحانه لما بشوف الفيديو ده،
اولا الاصرار استاذ هاني شاكر انه يسجله حد، وانا عارفه ان استاذ هاني شاكر حتى ما بيطلعش ببرامج يعني حقيقة. فانه يصر ده معناه انه حس براحه كبيره، لانه ده فنان وبيقف على المسرح بساعات. الحمد وبعدين جمله زيرو الم، وده كان شرطي على حضرتك، دي برضو حاجه بتطمن الحقيقه. دي على قد ما هي كلمه فيها مسؤوليه كبيره، ولكن بتبقى الحمد لله رب العالمين بدايه المصداقيه. ليه؟ لان الناس بجد بتبقى يعني شايفه حاجه زي كده، وده ما شاء الله عليه يعني، يعني الناس عرفته على مدار السنين، ولما تسمعوا قال كلمه زي كده وتيجي يقولوا لنا عايزين زيرو الم، وما فعلا ما يحسوش بالوجع، والامور تعدي بسيطه حقيقي بصدق. وربنا يعلم هذا الكلام، في ناس بتقول لك وانا حقنت الله، انا بحس بسعاده. الاهم من كده بقى لما تيجي حد يقول لك انا قابلت الاستاذ هاني في المكان الفلاني وقال لي روح، قريبته يعني انا معرفتي بيه كانت عن طريق اسره، ناس محترمين كده في التجمع، يعني علاقه اسريه تعاملوا مع حضرتك والكلام بجاب بعض زي في التليفونات، فهو جاي من خلال كده الحمد لله، هو جاي من خلال برامج ولا من خلال التلفزيون ومن خلال اسره، والناس بتيجي من خلال برضه من بتقابله وتساله تجارب. ايوه طيب انا بس عايز اسال برضه سؤال تاني، قد يكون مريض يحتاج حقنه ومريض تاني ممكن تبقى الحاله متقدمه يحتاج اثنين او ثلاثه او حسب حالته طبعا، حضرتك اللي بتشخص. طبعا كان في زمان عرض احنا كنا هنعمله شهر واحد بتاع حقن عليك وحقن علينا، والكلام ده كانت رمضان اللي قبل رمضان اللي فات، وقلنا هيبقى خلال شهر رمضان، وكرم حضرتك وكرم قصر الشفا مديته العرض لاخر السنه اللي فاتت، وجينا السنه دي ففي اول السنه ببتز انا حضرتك بقول لك هل قصر الشفا هيفضل معانا حقن عليك وحقن علينا؟ قلت لي ماشي نستمر كمان ست شهور. طب تاني لا ان شاء الله هنستمر. فانا بسال حضرتك عشان بس اشجع الناس، حضرتك عارف الظروف اليومين دول، فممكن حد يبقى محتاج فيجي مثلا ياخد حقنه ويكسل او مش يكسل يعني اولويات في الحياه، فهل ممكن العرض يبقى مستمر ولا واقف؟ انا برضو مش عايز اضغط على حضرتك لان احنا يعني زي ما بيقولوا اتطمعنا عليه حضرتك كتير. هو الحمد لله وما زال العرض مستمر، ويعني كلمه كان زمان دي بقى اتقال عليها كان زمان فعلا، احنا دخلنا على سنتين، ويمكن احنا كمان في المحافظات اللي كل زملاتي والناس المستشارين اللي معايا والحمد لله رب العالمين هم كلهم افضل مني واحسن مني، دكتور احمد، دكتور يوسف، دكتور احمد عصام، والدكتور محمد، والدكتور خالد، والدكتور محمد شريف، والدكتور دعاء، كل اللي معانا الحمد لله رب العالمين يعني. واحنا بنتكلم حضرتك دلوقتي في زيارات شغاله على مستوى الجمهوريه، على مستوى الجمهوريه عشان بس الناس ما تفهمش ان هنا بس في القاهره، لا لو حقنا عليك وحقنا علينا دي مزاج مستمر هتبقى على مستوى جمهوريه مصر العربيه في كل المراكز، ما عليك ان غير ان حضرتك بس تتصل بالارقام اللي موجوده دي تقول لهم انا من محافظه كذا اروح فين المكان، فين قصر الشفا اللي قريب مني، هم هيدلوك والارقام اهي صوروها بالموبايل. بل ان في كمان في المحافظات كمان احنا عاملين تخفيضات معينه لناس كمان معينه الحمد يعني ممكن انا اطلع من المحافظه فيطلع كمان فيها تخفيض اعلى من الحقن عليك وحقن علينا. دي حقيقه. الله يبارك. يعني تخيل حضرتك بقى الحمد لله رب العالمين اللي من اسوان ما بيتكلفش يجي ومشقه السفر بتروح له عنده، كل ثلاث اسابيع في زياره للصعيد كلها، كل محافظات الوجه البحري زياره كل اسبوعين وكل اسبوعين وكل اسبوع حسب ترتيبات العيانين. الحمد لله الكل بيرد على كل الناس، بيرتب كل حاجه. في ناس بتبقى مثلا مش عارفه ميعاد الجلسه المجاني بتاعتهم، بتلاقي ناس بتتصل بيهم بتكلمهم. صح. فالحمد لله يعني الامور يعني بص انا والله يا دكتور عارفه كرمكم، كرم حضرتك وكرم قصر الشفا، وانا شخصيا يعني احد الاخوه الافاضل يعني انا ما اعرفوش، ولكن هو مهندس يعني فاضل من الاسكندريه، وطلب مني في يوم من الايام من فتره اني اتواصل معاك لان هو كان يعني قدرته الماليه، واشهد ان انتوا تكفلتوا بكامل حاجته، يعني معناها انتوا مش هدفكم الربح قد ما هدفكم راحه المريض. فالله يبارك لك ويكرمك، واذا كان العرض مستمر يبقى كتر الف خير حضرتك والله. الحمد لله مستمر، ودايما انا اقول للمريض المشكله مش مشكله فلوس، المشكله ان فعلا ربنا يقسم الشفاء ونسمع منك دعوه كويسه، ودي شيء مهم يعني. يدعو لك والله. الفكره ان الخشونه دايما اقول للمريض مش مرض خطير، الخشونه عرض عن ايام وسنين بس والحمد لله مؤلم بس الحمد لله رب العالمين بقى لها حلول، واحنا الحمد لله رب العالمين بنعالج الخشونه
من الداخل ومن الخارج. النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. انا ممكن اقول للمريض تعالى اعمل لك تردد حراري مش تحس بحاجه، مع العلم ان نسب النجاح وعدم النجاح في التردد الحراري عالميه ومكتوبه وكلام من ده. فانا مش عايز دايما اقول للمريض انا هعمل لك كل حاجه وهتبقى زي الفل، لا انا باخد المريض خطوه خطوه، لان كل نشوف مريض الأسباب. غير الثاني نشوف نعالج مرضى. نعالج الخشونه صح، نشوف حاله المريض كلها نعالج من الداخل، نشوف مشكله الخشونه عامله ازاي، هل عندك اربطه متاكله، هل في اصابه حصلت، السكر عامل ايه، والضغط، تحاليلك. المريض بتاخد باكج على بعضه كله، احنا ما بنعالجش مثلا ندي حقنه ونجري، لا الحمد لله العالمين احنا بناخد معانا استشاري بطنه وامراض كلى في العياده، المريض بيدخل يكشف عنده بدون اي كشف تاني ولا اي حاجه. فالحمد لله العالمين احنا بناخد المريض بنشوف كل تفاصيله ايه، بل الحاله الاجتماعيه بتاعه المريض، الحاله النفسيه. انا في مريض بتقول انا دخلت عنده الدكتور قال لي انت ازاي ماشيه، ازاي ماشيه كده، انت اللي زيك عايز لازم نعمل لك عمليه حالا. لا إله الموضوع ده بيعمل احباط ودبريشن للمرضى طبعًا. مش كويس. الحاله النفسيه للمريض مهمه جدا الله جدا. الله يعين يا رب الناس ويشفي كل مريض. هستاذنك بقى لاستاذ من الاساتذه الكبار برضو الحقيقه، استاذ علم المكياج وده يعني عالمي، استاذ محمد عشوب. هو كمان جاء قصر الشفاء وحب يسجل وجهه نظره ورؤيته، واستخدمته معاه نوع جديد من انواع الحقن. انا عايزه حضرتك تكلمني عليها بس بعد ما نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور. فعلا هذا الجيلاتين هو سحر، هو سحر، هو سحر، وفعلا الله اكبر، الحمد لله رب العالمين، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. مش عايز احسد نفسي ولا تحسدوني، بس الحمد لله رب العالمين ان الدكتور سامي يعني جاب لنا هذا الجيلاتين اللي فعلا بيعيد شبابنا وبيعيد صحتنا. انا كانت يعني عندي خشونه في المفصل، وطبعا عايش على المسكنات. من اول جلسه حسيت بتحسن، اللهم لك الحمد والشكر. فاكر ان احنا كنا مع بعض من سنه وعملنا جلسه او اثنين بلازما والدنيا ماشيه كويسه جدا، لما ظهرت لنا بقى الماده الجيلاتينيه الجديده واحنا الحمد لله البلازما عملت نتائج كده، كنا بقى نحطها علشان ايه تستمر معانا سنه ونص سنتين. وانا حسستك بعد ما حنهرت النهارده في ما بين الحقن بالجيلاتين الالماني ده قدر ده سحر. والله يا دكتور سحر، انا جالس وحاسس ان انا في سن 18 سنه. الله اكبر، الله اكبر، ربنا يحميك. والله يا دكتور ما بتمنى ولا بقول كلام كذب، ربنا يشهد على حلفاني وعلى كلامي. والله ما حسيت بالحق، انا بالعكس ده لما باخد حقنه الانسولين بتوجعني على يعني الواحد بيفرح بالنتائج دي. والحقيقه استاذنا ويعني اقول ايه عالم من اعلام فن المكياج السينمائي في مصر الاستاذ محمد عشوب، لما يقرر انه يقول تجربته وفرحته. وبعدين انا شفت له اكتر من من فيديو باكتر من شتا، كان لابس حاجات جاو كتيله ومره اخر مره دي في الصيف، ما هو فده معناه انه استمر شويه. هو خد الكورس يعني، هو بعد الجلسه الثانيه قال لا لازم اكلم واقول، لان انا فعلا حسيت بالفرق. وقعد حوالي 6 شهور او 8 شهور. انا قلت له بقى تعالى كمان بعد انت ما عملت كورس البلازما والدنيا بقت كويسه وحصل البناء، ده اللي احنا بنقوله دايما، محتاجين نحط ماده جيلاتينيه. دي الماده اللي احنا شايفينها دي تمنع بقى الاحتكاك كمان، وهي في ميزه ان هم حولوها من بعد ما كنا بنقول الاول ملين، وبعدين قلنا زيت، والزيت ده كان له درجات من الكثافه، زيت تقيل وزيت ما يتكسرش بسرعه، ممكن تبقى وان شوت كل 3 4 شهور. وصلوا بطريقتهم وبالذكاء الاصطناعي ان هم خلوها تحولت الى جيلي. يعني انت حضرتك متخيل انك بقت جوه الركبه، انا ما بحقنها، بحقنها بابره كبيره وليها بروتوكول في الحقن، حتى كمان ما بتنزلش كده تجري، يعني انت بتلاقيها بتنزل كان عجينه فبتدخل جوه الركبه تغلغل بقى تعمل طبقه زي طبقة ستيكي زي يعني الغضروف طبقه ستيكي. شوفي طريقتي، هي بتنزل بتلزق جوه بتعمل طبقه على العظمتين مع الاثار المتاكله من الغضروف من الجناب، فتحسي ان انت غلفتي الركبه ولبستيها طاقيه من اول وجديد. فتلاقي العظمتين ما يحكوش في بعضهم، وكمان ليها استمراريه لان هي ليها خاصيه انها ما تتكسرش، وفيها حاجه زي فكره الزئبقيه كده، ما تتحكش ما بين العظمتين، تعمل انزلاق ما بينهم فما تبقاش فيها تكسير، فتعيش سنه وسنه ونص وسنتين، بل ان احنا لو حافظنا عليها ما نعوز نحقنها تاني. يا سبحان الله. فده بامانه ده يعني فضل من الله سبحانه وتعالى على الناس. يعني ده بقى انا دايما اقول كده، لو احنا نجحنا وحافظنا على كده كاننا بقى عندنا مفصل من اول وجديد. طب دكتور احنا حقنا عليك وحقنا علينا في الـ في الـ في الـ طب ازاي بقى، ودي بتقعد ممكن سنتين واكتر؟ لا يعني هو حضرتك ممكن يبقى العرض خلص. حضرتك وقعت في نفس الخطا اللي في تفكير بعض الناس. هو الفكره في ان انا ما بعالج خشونه، انا عندي تاكل
درجة رابعة من الخشونة. فأنا ببني غضروف، أنا ببني بالبلازما أربعة من ثلاثة لأربع جلسات مثلا. درجة خشونة الثالثة أو درجة خشونة الرابعة، المريض محتاج أربع جلسات. فالأربع جلسات البلازما دول أنا بعمله الجلسة الأولى والثانية مجانا، الجلسة الثالثة والرابعة مجانا. ده البلازما. أنا كده كملت كورس البلازما، لازم أدخل بالمادة الجيلاتينية علشان يعني دي أيوه أنا فاكرة البلازما أنا دمجت بين البلازما والمادة الحديثة الألمانية دي الجيلاتينية اللي بتقعد كذا سنة دي. انا ما مش فاهمه دكتور حاجه. هي انا شرحتها لبعض الناس كده، قلت له احنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين بنينا البيت، وعندنا الحيطان وعندنا كل حاجه، عايزين نعمل بقى الحاجه الداخليه بقى الاساس او الديكورات. الماده الجيلاتينيه بتدخل بعد ما الغضروف بنى نفسه عشان بتمنع احتكاكهم تاني في بعضه، عشان الله يبارك عليك علشان ما يحصلش بقى تاني تاكل من اول وجديد وندخل في القصه دي. تمام. فتدينا بقى الاستمراريه كويسه. تدينا استمراريه كويسه جدا جدا. حاجه بتقولي ممكن توصل لثلاث سنين. وفي بعض الناس انا في ناس بتيجي تقول لي احنا بقى لي خمس سنين انا عملته. فالكلام بيخلي المريض يبقى عارف هو هيعمل ايه، حافظ على كذا، بلاش نجيب اسباب حدوث الخشونه الثاني. دايما اعمل للمريض في كل زياره تحليل معدل الالتهابات، تحليل النقرس، تحليل البول، اشوف سكره، اشوف ضغطه، لازم احافظ على اطار المريض. يعني باكج تحليلات ما يحصلش مني كده زي ما نقول ديفيشن او ينحرف مني ويمشي، خليه على الطريق المستقيم دايما وعلى الخط السليم. ليه؟ لانه طول ما محافظ على شرب الميه مش هيجي له املاح ولا صديد في البول، والاملاح والصديد في البول على عز بالله لو يجوا في الركبه يعملوا مشكله ويضايقونا. عشان كده دايما اقول له اشرب ميه كتير، تلاقينا كاتبينها في التعليمات بتاعتنا في ظهر روشته، شرب الماء بكثره بتساعدنا جدا 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 انقاص الوزن. ايوه دي برضو مشكله كبيره. الحركه المثال مهمة. اللي انا ذكرته لحضرتك اللي حضرتك تفضلت انت وقصر الشفاء انه تتحملوا يعني تكاليف علاجه، انت قلت لي كان عنده من المشاكل الخطيره وزنه، حاجه شيء مرعب كمان الوزن. كان وزنه زياده فعلا. يعني هو الباشمهندس قلنا له وهو بدا يلتزم وكل ما ياخد، بصي المريض بقى محتاج حاجتين، عايز امشي من غير ما اتوجع واحرك رجلي. الحركه الركبه مش محتاجه منها غير حاجتين اتنين، ان هي يبقى فيها فرد وتاني وتتحرك وما توجعوش. فالحمد لله البلازما بتساعدنا على هذا الاجراء، وبنقول له بقى نستفيد من هذا الاحساس بالتحسن ده، اتحرك في البيت، امشي بعد كل صلاه، امشي في البيت خطوتين ثلاثه، اتحرك في الشقه، مش لازم يعني نخرج في الشارع، انما الحركه دي من الاساسيات استخدام لينا للمريض، لازم المريض يتحرك، والا طب انا حقنت لك وانت قعدت وما مشيتش، طب انت استفدت ايه؟ عشان كده انا دايما اقول لك اول ما تحقن ابدا اتحرك، بس ما توقفش كتير، ما تطلعش تنزل سلالم كتير. دايما اقول للسيدات كده بلاش الوقفه جنب البوتاجاز بالساعه. الست بتنسى نفسها جنب البوتاجاز ساعه وساعتين، لا ده بيتنوه ضغط على الغضروف وبيأثر على نمو وترويه الغضروف ووصول الاكسجين ليه ووصول الدم ليه، لان الوقفه كتير بتضغط وبتقلل الدوره الدمويه. احنا معانا تقرير تاني بعد اذنك، انا احب اشوف بعد اذن حضرتك نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور. انا كنت الاول مش قادره امشي، وكانت رجلي ورمه اصلا، وكان ولا قادره امشي ولا قادره اقعد ولا اي حاجه. من تالي الجلسه الحمد لله حسيت بتحسن، وقمت بمشي وبتحرك والحمد لله، والحقن ما فيش مشكله فيه، ما بنحسش بتعب ولا حاجه. من اول ما جيت وحقن لي رجلي الدكتور سامي عنديت، انا حسيت بتحسن كبير قوي، وبنام مرتاح والحمد لله، وبمشي وبقضي حاجتي والحمد لله. الاول ما كنتش بنام بالليل، كانت تبقى ركبي قفشه كده وما اقدرش افردهم وما اقدرش المهم، وكنت يعني كنت بالليل بقى بحاجه صعبه، كنت بقى ببكي يعني عشان اقوم اروح الحمام، كنت اقعد ابكي واسند كده على الكراسي. يعني انا بقول الحقيقه، يعني مش اللي انا حسيت بيه، من اول حقنه خدتها وبالذات الحقنه اللي قال عليها دي اللي هي الاولانيه دي، الحمد لله ركبي فكت وبقيت الحمد لله، واتحقنت النهارده الحقنه الثانيه الحمد لله. اي ما ماشي لوحدي كده وحد ساندني، بعدين جايه من بره شو قدامك يعني، ما حدش ماسكني ولا حد ساندني. انصح الناس ان هي تيجي عند الدكتور سامي قنديل، ده انا رحت مصر لاختي قلت لها ده انت قريبه منه في عباس العقاد، روح كل جيراني، انا كل جيراني من اول حقنه قلت لهم والله، وكنت تعبانه جدا ما اعرفش امشي، لازم يسندوني، ما بقدرش اتقلب ولا نايمه. جيت حقنت الحمد لله، والحمد لله والشكر لله، رحت العمره اديت المناسك كلها الحمد لله زي الفل والله، الحمد لله دي شهاده الواحد يعني ايه يتحاسب عليها. كنت بعاني من تعب في رجليا، كل ما اروح للدكتور يقول لازم تعملي عمليه تغيير مفصل والكلام ده، طبعا انا ما بحبش الحاجات دي. رحت متصله بيهم، خدت منهم ميعاد، اول حقنه خدتها الحمد لله بقيت يعني نوعا ما
انا كنت الاول ما بقدرش اقوم او اتحرك. تاني حقنه لقيت ان انا اتحسنت وبقيت كويسه، ابتديت اخد في رجلي الثانيه عشان الرجلين الثانيين ايه الرجل الثاني يتواصل مع الرجل الثاني ويشيلوا بعض الاثنين، والحمد لله. وقعدت اخد الحقنه الثالثه ما شاء الله انا بمشي وما بسندش على اي حاجه وزي الفل. انا كنت تعبانه ونايمه يعني طريح الفراش، ورحت للدكتور في القاهره وعملت اشعه وعملت تحاليل، دكتور كبير مش دكتور صغير يعني ما فيش داعي لذكر الاسماء، فقال لي لازم تغيير مفصل. فانا في التلفزيون وانا قاعده كده لقيت الدكتور سامي بيتكلم، وكان الاستاذ هاني شاكر معاه وناس تانيه الفريق بتاعه. فانا قلت لبنتي خدي الرقم واتصليه، اتصلت وحجزت وربنا اراد. جيت حاجات حقنت المره الاولانيه ما شاء الله، انا ما كنتش بقوم من على السرير ولا بعرف انام على جنبي ولا اتحول من جنب لجنب، ولا الركبه دي اعرف اتنيها ولا ادخل الحمام الا بعكازين في ايديا كده. من اول حقنه انا مشيت من جايه من المره الثانيه اهو جايه من غير عكاز، وبسم الله ما شاء الله للحرقان اللي في ركبتي من تحت اللي في خانقه رجلي فك الحمد لله بفضل ربنا وفضل الدكتور سامي، ربنا يبارك له يا رب. بعد كلام الناس ده الحقيقه الواحد ما يقدرش يتكلم. حقن عليك وحقن علينا ما زال مستمر. بشكر حضرتك جدا جدا دكتورنا، متشكر لوجود حضرتك معانا كل ما بنحتاجك، الف شكر. للاسف الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت. استنوني دايما على قناه تن وبنت البلد. سلام عليكم.